هلو يا فراولات، ان شاء الله راكم لاح وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم هي التكمله تاع السلسله اللي هضرنا عليها الخطره اللي فاتت. اليوم جينا بماسك طبيعي جديد، هو تانيك ماسك لتبييض المناطق الحساسة، ولا عندنا مناطق لنا حابين نبيضهم في لوكوغ تاعنا مي ما نديروهش في لو فيزاج باسكو فيه الشب. دونك البنات اللي يعانيو سورتو من العرق حاشاكم، البنات اللي تعرقوا بزاف وعندهم المشكلة تاع الرائحة المومنيحة فوالا كي يقولوا صحاب الغرب الخانزة فوالا، نحب نوت على هضرتكم انايا. دونك اللي عندهم الرائحه الكريهه مام في لي بارتي انتيم، هاد لو ماسك شوفي حيخلي لك الريحه هايله وتدوم وتطول في لوكوغ تاعك ولا في لابارتي اللي كيحديري فيها هاد لو ماسك، وراكي حتشوفي نتيجه. اي ماسك طبيعي لازم تداومي عليه، كي تداومي عليه اوتوماتيكمون راكي حتشوفي نتيجه واكيد مش حيضرك. دونك المكونات تاعهم طبيعيين، البنات اللي يحبوا هذه الخلطات بما انه الموسم الدراسي والاجتماعي على الدخول، ما قعدتش بزاف لي فاكونس بالحاره واحد الفان جوغ، دونك سي لوكازيون دوك نشبعوا البحر ولا بيسين ولي بيكنيك والتحواس، نوجدوا روحتينا لازم نكونوا بيان، يكونوا عندنا لي زاستوس، يكونوا عندنا لي بون غوماج لي بون ماسك وليدغاتاسيون تكون هكا تولول. لازم نشوفو، لازم ندخلو بالقلو فوالا. دوك كيما انا شوي برونزي، مي انا وراسكم السمانه الجايه سموني في الحمام كيس البرونزاج تاعي تاع 4 شهور، السمانه الجايه نبدا. هاي هاي انا عندي طبيعه ما فهمتش علاش، يلحق سبتمبر نحب نكيس خلاص شغل يهيقن هذاك البرونزاج. شوفو بورتون دوك جو سيبا اسكو يبان لكم بيان ولا، بورتون قاعده هكا الشميسه غير باش نبرونزي بيان ونكحال. صافا عندي لي ماسك ندير فيهم، من بينهم هذا الماسك تاع الشب فلوكور، شوفي هذا ديري فلوكور تاعك في لي بارتي انتيم في لي زيسال سورتو وجهك، لا باسكو الشب ايفيتي في وجهك، ما ننصحكش كاع ديريه باسكو اكيد حيضرك ولا حيدير لك كاش رياكسيون بعد شر. دونك لي ماسك غير هما، وراني ندير لكم في لي ماسك درت لكم خطايفات تاع لا جيلاتين و لي طومات اللي عجبتكم، وهاد الخطره حندير لكم هذا تاع الشبلة مايزينا. لا بروشين فوا تانيك عندنا واحد اخر اللي حيكون نعطيكم هكا دي زانديس فيه حاجه اللي ناكلوها كاع بعد دراري صغار، نعاود نديرو هكا شاك ماسك ولا شاك تام تاع فيديو الماجي نمد لكم هكا دي زانديس عليه. قولوا لي شوفوا فيه من بين المكونات تاع الماسك تاع الخطره الماجيه ان شاء الله حاجه ياكلوها لي بيبي وناكلوها حنا تانيك الكبار واللي عندهم السكر تانيك يدير الريجيم. من بين المكونات تاعو هي زوج مكونات، مام واحد المكون هكا اللي يديروا سبور يديروا الريجيم. قولوا لي تحت في التعليقات دونك بلا ما نطول عليكم اكثر من هكذا، نحب نقصر معكم انا سامحوني، نخليكم تشوفوا هاد لا فيديو. البنات نعاود ناكد هاد لو ماسك ديريه في لي زيسال فيه المناطق اللي كي حابه تبيضيهم، تحبي ديريه هنا تحبي ديريه هنا تحبي ديري في لو كور تاعك كاع في لي بارتي انتيم مي وجهك لا لا نهضر ونعاود. الشب ما يتنداش في الوجه، بعدا الشب معروف البنات اللي تعرقوا بزاف ينحي الرائحه الكريهه. دونك نخليكم تشوفوا هاد لا فيديو ان شاء الله تعجبكم، ما بقى لي نقول لكم نحبكم، يلا بروشان باي. المكونات تاعنا تاع هاد الخطر هاد الماسك، عندنا النشا، عندنا لا مايزينا، عندنا ماء الزهر البنات، ما زهر ماشي ما ورد، عندنا شب معطر. شوفي الشب تحبي تشري حب عند العشاب هكا حجره وانتي تهرسيها، ولا تشريها تاني عند العشاب معطره مليحه، مي دو بريفيرونس شري معطره باسكو ريحته بزاف هايله. بون في لو بول تاعي درت قيس ما انا محتاجه، درت في لي زيسال ودرت في ليكود. دونك انتيا لا كونتيتي على حساب انتيا لا بارتي اللي كيحديري فيها، اذا كيحديري في لي بارتي باينين تما ديري لا كونتيتي كبيره كما كيحبه انت وتكثري المظهر. دونك لا
سات تاعنا ماشي حتجي كريم ولا ايباس نو لازم تكون جاريه تكون هكا مايه ما تكونش عاقده وما تكونش ما تكونش خشينه فوالا ما تجيش زعما هكا خشينه شغل كيما اون بات نو تجي هكا مايه كيما راني نوري لكم جانسيس تكون مايه داكوغ ومن بعد تشوف عندها واحد الريحه يا البنات الريحه تاع المزهر مخلطه مع هذاك الريحه تاع الشب المعطر تمد لك واحد الريحه وتقعد لك فلوكوغ امنوني غير تقعد لكم فلوكوغ تاعكم ديريها في لابارتي اللي كيحبدها انا وريت لكم درت لكم لو تيست على يدي ودك تشوفوا ابري 20 مينوت يبدي كيفاش والد ولا والد كيفاش ولات خليتها 20 مينوت شوفوا لا ديفيرونس شوفوا لا ديفيرونس في 20 دقيقه لا بون دوك جو سي با كيفاش راكم تشوفوا مي هذه هي كانت لا غوش تاعي شوفوا لا غوش ولا دوات الاخرى مازالها برونزي والاخرى راهي كلير بارابور لخوتها في 20 دقيقه وتقعدي تريحي بيان يدي قاعده غير تريح ايماجين ديريها في لي زيسال لي بارتي انتيم في لوكور تاعك تقعدي بها هكاك ماكيش حتندمي عليها سيها وعطيني رايك ونقول لك انايا على بروشان باي.